لماذا كل هذه الجموع هنا ملايين؟ أخبروني في الأمس أن عدد الجنسيات الموجودة الآن في كربلاء تجاوز 100 جنسية، يعني من 100 دولة من دول العالم موجودون الآن في كربلاء بالألوف وبالملايين، وهنالك ملايين من القلوب تهفو إلى كربلاء. أنت جالس هنا، أنت قطرة في بحر، لكنك جزء من هذا البحر. الذين يعيشون في الخارج الآن عيونهم على كربلاء، آذانهم على كربلاء، قلوبهم مع كربلاء. ليش؟ الناس إخواني يروحون على السلاطين، على الملوك، على الأمراء. ليش؟ حتى يستفيد من سلطانه، حتى يستفيد من ملكه. الناس يذهبون إلى التجار لأن عندهم أموال، لكن إذا مات الملك من رايح عليه؟ إذا مات التاجر من رايح عليه؟ عليكم بربكم بربكم. لكن هذه الملايين تأتي إلى هنا لماذا؟ طبعا لو العدد قلنا 16 مليون، يعني في 16 مليون سبب، كل واحد جاي يريد شيء من الحسين. أهم شيء اللي تطلبوه، لا تنسوا تطلبوه، رجاء أطلب من عندكم يوم اللي تجي عند الحسين. الحسين كبير، إذا رحت عند واحد عظيم ما تطلب شيء صغير. إذا ذهبت إلى الحسين أطلب من عند أول شيء أن تحشر معه وفي درجته يوم القيامة، أن تحشر معه وفي درجته يوم القيامة. هذا في درجته لا تنساها، مو بس في الجنة، احنا نريد في الدنيا. انتخبنا الإمام الحسين إماما، ونطلب من الله عز وجل أن يرضانا يوم القيامة له أتباعا ومعه وفي درجته. نريد أن نكون في درجتهم إن شاء الله. أنتم كلكم جايين هنا لهذا السبب.